مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج الاطباء السبعه. موسم رمضان كل عام وانتم بالف خير، ان شاء الله يكون شهر فضيل علينا وعليكم. كيفك؟ الحمد لله تمام. تمام، شو اخبارك؟ تمام. يعني اليوم انت موجوده معنا، بنستغل الموضوع المهم واللي بنسال عنه دائما برمضان، موضوع صيام الاطفال. كيف الطفل ممكن يصوم؟ على اي عمر ممكن الطفل يصوم؟ وكيف يتعامل مع الاهل؟ احنا كنا نصوم احنا صارت تذكر صيام العصفوره. شو وضع صيام العصفوره معنا؟ والان من الناس المشجعين لصيام العصفوره، واكشلي يعني دائما بنحكي انه الاطفال ما لازم يصوموا يوم كامل، لانه الصيام اصلا متعب للكبار، فما بالك للصغار، مجهد اكثر. طيب بدنا نحكي عن العمر فعليا. العمر سؤال كتير مهم. هلأ إحنا دائما ما بننصح للأطفال لأقل من 12 سنة بالصيام. نعم. هلأ إذا حبينا نعودهم أو نغرس فيهم حب الصيام، أو مرات هم كمان بكونوا بدهم يقلدوا الكبار فبكونوا حابين يصوموا، ما عندنا مشكلة يصوموا، بس ساعات معينة من النهار نبدأ فيهم تدريجيا، يعني كل ما يكبروا منزيد الساعات تدريجيا لحد ما يقدروا يصوموا على عمر 12 سنة. طيب احنا لما بنحكي عن صيام تدريجي، كم ساعة باليوم ممكن الطفل يبدأ يصوم تحت عمر 12 سنة؟ أنا بحكي طبعا هلأ كل ما صغر، كل ما كانت بس مثلا 3-4 ساعات، كل ما بنوصل للعشر سنين نقدر نصومهم 6 ساعات ماكسيموم، بعدين نقولهم افطروا. مرات كمان نبدأ مثلا أنه نصوم عن الأكل بس نشرب مية، يعني بالأطفال الأقل من 7 سنوات بنفهمهم مفهوم إنه لا ما تأكل من هاي الساعة لهاي الساعة، بس أكيد لازم يضلوا يشربوا مية. هلأ كمان تنساش إحنا برمضان رح يكون في مدارس، رح يكون في امتحانات، فهذا أصلاً كمان بزيد احتياجهم لأنه يكون عندهم كمية سوائل كافية وكمية أكل كافية. صح. طيب إحنا الطفل يتعدى 12 سنة وهو بده يصوم، هلأ بتعرفي طبيعة أكله وسحوره بشكل عام خلال رمضان لازم تكون الأهل ينتبهوا لحالهم. قديش مهم هذا الموضوع؟ كتير مهم إنه الطفل بس يبدأ يقرر إنه يصوم، لازم ننتبه كتير لنوع الأكل اللي بياكله. فمثلا لازم كتير نركز على موضوع السوائل، إنه يشرب كمية سوائل كتير كافية لما على وجبة الإفطار وعلى وجبة السحور. كتير مهم وجبة السحور للأطفال عشان هم بحاجة لوجبات متتالية، كمية صغيرة بس متعددة. يعني صحوهم مثلا على يعني الفجر، لازم يتسحروا. وجو ترى حلو إنك تصحوا. آه أصلا هم بحبوا هاي الأجواء. فكرة أصلا الصيام إلهم هي فكرة تقليد وأجواء. وهلا حتى كمان يمكن إحنا نحكي 12 سنة، بس في أطفال حتى على 12 سنة ما بتكون عندهم هاي القدرة على إنهم يصوموا، برضو ما بنجبرهم، بتضلها اختيارية. أصلا بالدين هم لسن البلوغ. نعم. بالدين حكوا، فإحنا بنبدأ معهم نعودهم بس ما بنجبرهم إذا كانوا ما بتحملوا. يعني هاي كتير مهمة للأهل، إنه أكيد إحنا مع الصيام، وأنا بتذكر أنا صمت وأنا أصغر ب 12 سنة. بس ما تحاولش تضغط على الطفل. وفي أطفال حتى بروح من وراء أهلهم بيشربوا مي أو حتى بيأكلوا دحوم بكونوا تعبانين شوي. صيام الأطفال طبعا إحنا بنحب دائما صوم الطفل، هل ممكن يكون في فوائد صحية الصيام عند الطفل فرضا؟ أول شيء طبعا لها عدة فوائد. طبعا أول شيء إنه بيتعود على الجلد والصبر، التقليد، الأهل. طبعا هي فريضة دينية فأكيد إحنا بننصح فيها، بس كمان ضروري كتير نركز على شغلة يمكن الأهل ما بينتبهوا، إنه لازم الطفل ينام فترة النهار. صح. لازم يأخذ فترة راحة عشان يعني تخفف عليه صعوبة النهار. تعرفي مش دائما بيحكوا برمضان الأطفال ليلهم نهارهم ليل. ليل بضلوا سهرانين طول الليل للصبح، وهذا بس برضه هذا كتير غلط، مو صحي. بالزبط. بس ضرورية كتير الناب أو منسميها القيلولة للأطفال في وقت النهار، يعني بالذات هلا احنا بفترة امتحانات ودراسة، فأول ما يروحوا من المدرسة كتير بفيد لهم انهم يريحوا يناموا نص ساعة ساعة وبعدين يرجعوا يكملوا. طيب. فها يعني بتخفف عليهم ضغط الصيام. هلا من الصيام العصفورة ومن العصفورة راح نكمل فقرات الأطباء السبعة. موسم رمضان خليكم معنا. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفقره جديده من برنامج الاطباء السبعه موسم رمضان. مثل ما انتم شايفين عندي، احنا اليوم فقرتنا راح تكون متركزه على السوائل. طبعا الكلام راح يكون متوجه للاشخاص اللي بيعانوا من الالتهابات البوليه. بدنا نكون عارفين شغله كتير مهمه، انه الصديق الوحيد لمرضى الالتهابات البوليه هو المي. عشان هيك خلال شهر رمضان بدنا نكون مركزين كتير منيح انه نشرب كميه سوائل كتير عاليه. طبعا عاليه مش لدرجه انه احنا ما يضل في وسع للأكل، بس بالمقابل بدنا نخلص على القليلة 2 لتر من المي الصافية، بالإضافة لبعض الأعشاب والشاي الأخضر اللي كتير مهم للتخلص من أعراض الالتهابات البولية. طبعا بدنا نكون عارفين شغلة كتير مهمة، إنه ما في ممنوعات معينة عن المرضى اللي بيعانوا من مشكلة الالتهابات البولية. هل هم ممكن يحسوا في أعراض كتير مزعجة بالنسبة لهم مثل الحرقة؟ إلا إنه في عنا مجموعة من الأطعمة اللي بدنا نركز عليها اللي بدها تساعد عندهم. أهمها هي ممكن أنهم يأخذوا شاي الزنجبيل، سواء كان شاي أو ممكن إحنا نضيفه على المي العادية، نبرش برشة صغيرة في المي تبعتنا اليومية، فمنقدر نحصل على نتائج كتير مفيدة.
عندنا كمان مغلي البقدونس اللي في كتير أشخاص بيحتاروا إنه إحنا كمشاكل في الكلى بشكل عام إحنا لازم ناخد مغلي البقدونس ولا لا. طبعا في عندنا حالات من مشاكل الكلى بدنا نحاول نخفف قد ما بنقدر من مغلي البقدونس، بس بالمقابل الأشخاص اللي عندهم التهابات بولية بدنا نركز كتير منيح إنه ممكن ناخد مغلي البقدونس. طبعا بدنا نكون عارفين إشي كتير مهم إنه مغلي البقدونس ما بدنا يضل يغلي على النار مع لفترة طويلة لأنه ممكن يفقد الفوائد اللي إحنا محتاجينها. عشان هيك بالأول بنغلي المي وبعد هيك بنضيف البقدونس ونتركهم إنهم يتشربوا مع بعض، وبعد هيك ممكن إحنا نشربه سواء كان سخن أو بارد حسب رغبتكم. بس كتير مهم إنه إحنا نكتر من السوائل خلال رمضان بالتحديد. طبعا عندنا من الشغلات اللي كتير مهم إنه نبعد عنها الأشياء الحلوة، الأشياء الغنية بالسكريات، المشروبات الغازية اللي كتير مهم إحنا نخفف منها قد ما بنقدر. طبعا الخضار هو الصديق الوحيد لأي إنسان، سواء كان الإنسان عنده مشاكل صحية أو ما عنده أي مشاكل صحية. كتير مهم كمان نركز على اللبن اللي فيه كتير فوائد وفيه مضادات الالتهابات اللي كتير ممكن تساعدنا للتخلص من الالتهابات البولية، بالإضافة للشوفان. طبعا خلال شهر رمضان احنا محتاجين شغلات تحفظ سوائل جسمنا بنفس الوقت تخلصنا من الاعراض اللي ممكن كتير من الاشخاص بيواجهوها وعم بيتضايقوا منها. بدي اتمنى لجميع المرضى وجميع الاشخاص الاصحاء السلامه دائما. خلينا نروح على الفقرات الثانيه من برنامج الاطباء السبعه موسم رمضان. مستمرين لسماعكم بالأطباء السبعة، ودكتور محمد رشيد هلا رح نحكي موضوع كتير مهم. كيفك؟ أهلا وسهلا، حلا بالمتصل. يعني أنت البرنامج برعايتك ما شاء الله كله عضوي. حبيبي حبيت أحكي معك موضوع كتير مهم اليوم، هو موضوع إنه تعرف هلا مر ما شاء الله يعني إلى حد ما 3 أسابيع من الصيام. مروا بخير وبسلام إن شاء الله الحمد لله. التغيرات اللي بتصير على الجسم بعد مرور ال3 أسابيع من الصيام، شو التغيرات اللي بتصير عليه فعليا؟ ممتاز معتصم، هذا سؤال كتير مهم. هلا بدنا نفهم انه عمليه الصيام مش عمليه طبيعيه، مش عمليه فسيولوجيه. يعني انت بالوضع الطبيعي بتصحى الصبح بتفطر بتكمل دوامك، برمضان الامور تتغير. يعني في شيء بنسميه برونج فاستنج، يعني صيام لمده 8 ل9 ساعات. فكتير اشياء بتتغير بعد 3 أسابيع. الاشياء اللي بتتغير بعد 3 أسابيع من الصيام لها علاقه بالهرمونات. كل جسمنا بيتأثر في الأعصاب والهرمونات. يعني إمتى أنا بفرز اللعاب، إمتى بفرز عصارة البنكرياس، إمتى بفرز المعدة، إمتى بتحكم إن إمتى أقوم وإمتى أصحى. الرتم تبعتي اللي بتحكم فيه الكورتيزول، بتحكم فيه كتير الأمور هاي كلياتها من الغدد الموجودة في الجسم، كتير مهمة عشان تنظم لنا حياتنا. عشان هيك أنت بتعود طول عمرك تصحى الساعة 6، رح تصحى الساعة 6. لو صرت تنام متأخر بتغير كل الرتم تبعتك. فإلها علاقة أنا كيف ال3 أسابيع قضيتهم. هل أنا خربط كل حياة نظام حياتي؟ هل أنا زاد وزني؟ إذا زاد وزني هل أنا نومي كلياته تلخبط؟ هل أنا بطلت ألعب رياضة؟ هل أكل الصحي كلياته؟ له علاقة كتير أنا كيف عملت النظام الحياة تبعي. عشان هيك بتتذكر إحنا بس كنا أطباء مقيمين كان يحكونا اقلب نهارك ليل وليلك نهار عشان ما تتلخبط الأمور، تتعود. يعني عندك 3 وجبات اعمل 3 وجبات، رياضة ضلك صاحي. فالأمور هاي كلياتها كيف أنا قضيتها ال3 أسابيع هدول. طيب في مجال الجهاز الهضمي تعرف يعني المعدة بطبيعتنا، مثلا أنا متعود مثلا لازم أفطر الساعة كذا، أتغدى الساعة كذا، أتعشى الساعة كذا. قديش بعد 3 أسابيع صارت المعدة متعودة على طبيعة أكل أو على نمط أكل؟ طبعا عادة بعد 2 ل3 أسابيع المعدة بتتغير الريتم تبعها، بتغير البيس ميكر، بتغير نظام المنظم تبع، بتغير الهرمونات كلياتها. فأنا بعد 3 أسابيع بصير أتوقع أنا على الساعة 5 6 بأدن، أو بصير العصارات، ببلش أجوع، ببطل هالسيجنالز تطلع عندي بالمعدة تطلع لفوق. فبصير أنت بس تيجي تفطر على العيد إن شاء الله، بس تيجي تصحى الصبح بدك تفطر، ببطل عجبال تفطر، بتحكي أنا بجاعة بالي أفطر. أنت طول عمرك تفطر لأنه كيف الهرمونات الموجودة، هرمونات الجوع اللي بتعطي سيجنال من المعدة لا الدماغ هي اللي بتأثر إنه والله أنا آكل أو ما بدي آكل. فاللي بتغير إيش؟ بتغير نظام الخروج كمان. أنت برمضان لأنك جوعان، لأنك ما بتأكل طول النهار، ما بتخرج، بس تروح على الحمام. عادة الناس بس تفطر بتروح على الحمام بتريح بدها تخرج، فبالتالي أنت كل نظام الخروج تبعتك روحتك للحمام تختلف، بصير إمساك أكتر صح؟ بصير إمساك أكتر. عشان هيك بنحكي للناس اشرب سوائل كتير. الجوع طبيعته بيختلف، امتى بدي اكل انا وطبيعته بيختلف. عشان هيك الناس بتحكي لك يخلص شهر الصيام مش مره واحده ترجع لطبيعتك، بدك شوي شوي تعود الجسم انه ترجع للوضع الطبيعي. لانه انقباضات المعده، لانه انا بس يصير عندي عمليه الهضم، بس اصير بدي اكل معتصم، شو اللي بيصير عندي؟ لازم هرمونات، لازم جسمي يستقبل الهرمونات على اساس انا احضر حالي للوجبه. مش الواحد والله دغري ببلع الاكل، بده يحضر حال الوجبه، بده هالعضلات تبعت المعده تتحرك، بده الانزيمات الهضم تتحرك. اذا انت إلها هالتغيير هذا غيرته مره واحده
بتغلبوا المرضى، يعني بس يتفضفض بصير ألم، بصير عندك قولون عصبي، بصير بعد بصير انتفاخات. فالتغيرات اللي أنا بتوقعها للمريض أكيد بده يتغير نظام حياته كلياته، نظام النوم، يتغير الأكل، الهرمونات. عشان هيك بحكي للناس ضروري جدا ضروري جدا إنه حتى وإحنا بالصيام نأكل بطريقة صحية. فندير بالنا على الأكل، خصوصا الحلو والقطايف والأمور هاي كلياتها، الأشياء اللي دائما الواحد يوزع حاله قبل رمضان، نص رمضان وآخر رمضان يضل يراقب رمضان. إن شاء الله بأمور هالشهر بخير وبركة وصحة لكل حدا فينا وفيكم. رح نستمر بالأطباء السبعة، خليكم معنا. مستمرين لسه معكم بالأطباء سبع موسم رمضان. دائما مثل كل برامج أطباء سبع مواسم مختلفة، فقرة التواصل الاجتماعي هي الفقرة الأخيرة بالبرنامج اللي من خلالها منجاوب على مختلف أسئلتكم اللي بتوصل على مواقع التواصل الاجتماعي، على أبليكيشن أو حتى على ويب سايت 7 دكتورز. اليوم في أسئلة بتوصل، وإحنا حكينا قبل البرنامج قبل التصوير بأنه يا جماعة حد عنده سؤال لرمضان يسأله، بيقدر يسأله. وصلتنا أسئلة، وأول سؤال يا أمال اليوم معنا، كيف طبعا هذا كنا بنسأله السؤال وبنسأله دائما، كيف يمكن تخطي مصاعب الأيام الأولى في رمضان؟ يعني الأيام الأولى في رمضان كلنا بنعاني فيها، كلنا بيكون مزاجنا معكر، وعشان هيك بحكي إنه يمكن لازم نجهز، زي ما مجهز لرمضان لازم نجهز هدول الأيام. صح. واحدة من الشغلات اللي كتير بننصح فيها إنه مثلا إحنا في جزء كتير من العالم معتمد كتير على الكوفي وعلى القهوة وعلى المنبهات. قبل ما نبدأ رمضان مش بنفس اليوم فجأة منوقف كل إشي، أكيد رح نكون مزعجين، فيمكن لازم نبدأ نقلل منها تدريجياً قبل بداية رمضان. طبعا. كمان مثلاً الشغلات اللي بنصح فيها الناس كمان قبل رمضان يبدوا يأخروا وجبة العشاء، بس عشان يهيئوا حالهم للسحور، لأنه مرات كتير إحنا منزعج أول رمضان. خلاص سبق السيف والعدل، صاروا برمضان صار لا خلاص بس برضو مش غلط دائماً الواحد هي رمضان الجاي تمام. ودائماً بنحكي عن ممارسة الرياضة، يعني في ناس شوي بحسوها صعوب، انت ممكن تطلعي تمشي برمضان؟ انا مش من الناس الممارسة رياضة برمضان. بحكي لك تطلعي تمشي برمضان بالذات رياضة مشي ساعة زمان، ممكن هتساعدك وتعدل مزاجك، شو رأيك؟ يعني هم بحكوا منطقيا وطبيا انه بس انا مش من الناس اللي بقدر اسويها. طيب شكرا كثير لك، ان شاء الله تكونوا صيام خفيف علينا وعليكم، ونتمنى لكم دائما الصحه والعافيه. الاطباء سبع رمضان برنامج فكرته الاساسيه ايصال المعلومه الطبيه لكل حدا فيكم خلال شهر رمضان المبارك، حتى تستفيدوا من هالشهر ويكون شهر خفيف فعلا نستغله خفيف ومفيد. ويكون بالضبط مفيد لصحتنا. راح نشوفكم ان شاء الله بكره بحلقة جديدة من برنامج الأطباء السبعة رمضان. كنت أنا معكم معتصم سالمة والدكتورة أمال، نشوفكم، السلام عليكم.